آثار كمان. إحنا بلد بتعوم على آثار، تعاقب على مصر حضارات مختلفة، وبالتالي هتلاقوا فيه آثار من كل شكل ومن كل نوع، وعمليات التنقيب عن الآثار لا تتوقف. وفي اللي هتشوفوه ده كونوا تشكيلا عصبيا، مع ان هتلاقوا فيهم واحد مهندس، ويعني واحد مهندس مدني، وواحد مدير محطة وقود، دي العصابة يعني. و في ناس حاصلة على دبلوم، يعني هنا كونوا عصابة اللي احنا شايفينها دي. بيعملوا ايه بقى؟ بينقبوا عن الآثار لحد انهم عثروا على ما يشبه مدينة أثرية، شيء كمان يعني ده معناه ده ما تم اكتشافه يعني. يعني شوفوا ازاي ان البلد دي بتعوم على بحر من الآثار. احنا عندنا فيديو كده نشوفه طيب خلينا نشوف الأول بيان وزارة الداخلية، وهتشوفوا فيه جواه الفيديو. انت هنا أمام قرية أثرية أو مدينة أثرية تحت الناس دي بتشتغل ازاي؟ بتبدأ الخيوط منين؟ بتوصل ازاي؟ وتعمل ايه بعد كده في هذه الآثار؟ تعالوا نشوف وبعدين نعمل مداخلات تليفونية علشان نستوضح كل الحقائق ونجمع كل المعلومات. مخزونا أثريا كبيرا بقرية شيبة بأبو قرقاص بالمنيا توصل إليها تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، محاولين نهب ما بها من قطع أثرية، لكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار كانوا الأسرع في ضبط عناصر التشكيل بموقع الحفر، وبحوزتهم 484 قطعة أثرية أغلبها عملات نحاسية تعود للعصر اليوناني، وما تم اكتشافه عبارة عن مدينة أثرية ترجع للعصرين اليوناني والروماني، ومقابر منحوتة في الصخر، وأعمدة وكنيسة رومانية يونانية. أستاذ جمال أبو بكر، مدير عام آثار مصر الوسطى. أستاذ جمال، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، ومساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين، وتحت أمرك. الله يخليك. دلوقتي لو عايز أوضح للناس، ده واضح إن دي كميات كبيرة من الآثار إلى حد الحديث عن مدينة أثرية يعني أو قرية أثرية. بداية أوجه الشكر لجهاز وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام وشرطة السياحة والآثار وقسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا برئاسة رئيس المباحث محمود بيه حمدي، اللي هو استطاع امبارح إن يدخل معاقل اللي هو التنقيب في المناطق اللي هي بعيدة عن المناطق الأثرية المملوكه للاثار. يعني المكان غير مملوك للمجلس على الاثار. ده غير مملوك بس ده مش معناه انها مش اثريه. لا، هو الموقع بالمعاينه المبدئيه اول ما جه اختار النيابه العامه الدكتور خالد العلاني وزير الاثار وجه بتشكيل لجنه، وتم المعاينه المبدئيه للقطع الاثريه، وهي ترجع لعدد العملات حوالي 483 قطعة ترجع للعصر الروماني، وللعام 337 لعام 363، وفيها للإمبراطور قسطنطين بعض القطع الأثرية، وفي أواني فخارية. أما الموقع فالموقع من المعاينة المبدئية هو كان موقع يعتبر محاجر وأصبح مقابر صخرية في الجبل، واصبح ملاذ عيد استخدامه ملاذ للاقباط ايام العصر الروماني. ملاذ لمين؟ للاخوه الاقباط ايام الاضطهاد الروماني في العصر الروماني. ايام الاضطهاد الروماني. الله، معقوله؟ يعني معقوله ده مدينه اثريه واحنا مش شايفينها؟ موقع اثري ضخم وفي داخل الجبل، في معاقل الجبل، من يعني من صعب حراسته
في الفترة السابقة، ولكن تشكر وزارة الداخلية انها يعني وصلت لهذا الموقع. وطبعا غير مملوك للمجلس الاعصار وهو في داخل بطن الجبل، يبعد عن قرية شيبة، شرقي قرية شيبة في الجبل الشرقي بحوالي 3 كيلومتر. ده كمان يعني المكان مرتبط بقصة تاريخية يعني متعلقة باضطهاد الأقباط في العصر الروماني يعني، وفي هو يعتبر امتداد لبعض المناطق الأثرية عندنا اللي هي الشيخ عبادة. هو يقع في منتصف المسافة ما بين منطقتين أثريتين مهمتين، الشيخ عبادة بملوي وبني حسن الشروق في أبو قرقاس، وهو على الحدود بين المركزين، على الحدود بين المركزين، ويتبع إداريا مركز أبو قرقاس. طب احنا ما كناش شايفينه ليه بقى يا استاذ جمال؟ انت بتقول كان محاجر ولا ايه؟ كان ايه؟ كان في العصر ما قبل يعني في القديم كان منطقة محاجز، وعيد استخدامه في العصور التالية، وفي العصر الروماني اصبح ملاذ للاخوة الاطباق. احنا ما كناش شايفينه ازاي يعني؟ هل هو في قاع الجبل يعني؟ ما كناش شايفينه ازاي؟ في عمق الجبل يعني، العربية صعبة توصل له، العربية صعبة توصل له، السيارات يعني ما فيش حد راح المكان ده خالص، ما فيش حد عدى من قدامه خالص. ربما في الفترة اللي فاتت او في قديمة حصل يمكن عمليات مسح اثري، عمليات حاجه من خلال المسح الاثري اللي كان بيقوم به زمان، ولكن ما عندناش يعني اي معلومه عندي حاليا يعني بالنسبه لهذا. اصل انا شايفه ظاهر اهو، مش يعني يعني هو باين داخل معقل الجبل، داخل جوه في الجبل على بعد 3 كيلو او 3 كيلو او 4 كيلو داخل معقل الجبل جوه. طيب ده معناها يا استاذ جمال التعبير اللي انا قلته، انه مصر تعوم على اثار من مختلف العصور والحضارات المختلفه واحنا لسه مش شايفينها. ارض مصر تعوم على اثار، ما لم يحدث العكس يعني، لا ما يحدث العكس، وما ما تملكه مصر لا تملكه الكبرى، الدول الكبرى من تاريخ وحضاره واثار. طيب وتم التاكد انه كل ده يعني اثار بالفعل، ولكنها ما كانتش مدرجة في قوائم المجلس الأعلى للآثار. القطعة الأثرية أثرية وترجع للعصر الروماني، اليوناني الروماني، والموقع برضو يرجع للعصر اليوناني الروماني. ووجه الدكتور خالد بعمل مسح أثري وحفاير إنقاذ فورا في هذا الموقع. طيب أنا بشكرك استاذ جمال، الف شكر. وفي كل الاحوال يا جماعه يعني مش ممكن ابدا اقعد تخيلوا ده، لا يمكن. هم مسيطرين على مدينه اثريه في حضن الجبل بهذا الشكل يعني، وطبعا يعني لولا ان تم القبض عليهم كان كل ده يعني ما تعرفش كانوا يعملوا فيه ايه يعني. وكل دي يعني اثار لها قيمه تاريخيه. أنا لسه بقول لكم والله رحنا دول ما عندهمش، عندهم تمثالين مكسورين ويقول لك ده متحف مش عارف ايه، وما عندهمش حاجه. واحنا شوفوا المخفي ده جزء من المخفي يعني، يبدو انه المخفي اضعاف المكشوف يعني. واضح انه اثارنا المختبئه والمختفيه والمنهوبه اضعاف اللي مسجلة على قوائم المجلس الأعلى للأثار. لما عصابة من المجموعة اللي احنا شفناها تبقى عندها كل ده، طبعا هنا مفيش شك كمان انه النجاح الأمني في القبض عليهم بيساهم، لان دول بقى هيتكشف بعد كده كمان دول بيشتغلوا في، لانهم هم كونوا عصابة من اجل التنقيب عن الأثار وبيوصلوا لها وبيبيعوا يعني. إنما مدينة أثرية بهذا الشكل وتعبر عن مرحلة تاريخية يعني، تخيل إحنا لو بنقعد نوصف للناس هنا هذا هو المكان الذي تعرض فيه الأقباط للاضطهاد الروماني واختبأوا هنا، وبالإضافة إلى الأثار اللي موجودة، كل ده تاريخ وحضارة تسوقها للعالم كله. ده يعني حاجات بسيطة من اللي عندنا، وعلشان كده زي ما بقول لكم انه الاثار من اهم واخطر
بوابات النهب والفساد في مصر، ولا بد من إحكام القبض عليها بسرعة.